السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه وعلى آله. النهاردة هعمل معاكم فانوس بشكل جديد حصريا على قناتي، فإذا أول مرة تشوفي قناتي ياريت تدعميني بلايك، سبسكرايب للقناة، تفعيل الجرس ليصلك كل جديد من القناة. معكم برنسيسة في مملكتي. بسم الله، وهنبدأ على بركة الله. أول حاجة هحتاج إن أنا أرسم فانوس على الكرتون اللي هستخدمه بالشكل ده كده. حاول أظبطه. ده طلع معايا كام سنتي؟ هنا 13، وهنا احنا عملناها كانت كام؟ كانت 5.5، وده كمان 5.5. يلا سبحان الله، طلعت مظبوط. تمام، هنا برضو نعملها 13، نحاول بقدر الامكان تكون نفس ال اللي عملناها أول واحدة. هاي 13، تمام. دي 10 سنتي، ناخد دي مثلا نخليها 6 كفاية أو 7. بالشكل ده. دلوقتي بقى ايه، هجيب المقص واقص الفانوس بتاعي. ادي الايه الفانوس، هقص منه 4 وارجع لكم. دلوقتي قصيت 4 قطع، ادي 1 2 3 4. دلوقتي هقصهم كده وكده بالشكل ده، كده هنا وكده هنا، وارجع لكم تاني. دلوقتي قصيتهم زي ما قلت لكم، ادي 4 قطع من دي، ماشي، و4 من القاعدة دي بتاعت الفانوس اهم، و4 من دي. تمام،
هي كده. اجي الايه الفانوس بتاعي دلوقتي. انا عايزه من فوق هيكون مقفول ومن تحت مقفول. انا عايزه اللي في النص دي يكون فيها فتحات، فانا هحاول اعمل فيها شكل كده مفتح بالقطر او بالمقص، يعني هحاول ان انا اعمل اي شكل كده مفتح هنا وهرجع لكم. دلوقتي انا فتحتهم بالطريقة دي كده، يعني اي اشكال مفتحة بس عشان تطلع معايا الاضاءة ماشي. دلوقتي عايزين نلزق بقى ده كده بالشكل ده. الاربع جهات، فانا هشوف كده الدايرة دي اذا تنفع اثبت عليها. لا مش هتنفع، مش هتيجي معايا الشكل اللي انا عايزاه. نشوف الحرف بتاع دي اصغر شوية، لان بصي دي اكبر من دي. شوف الحرف ده اصغر شوية، نجرب كده. هي تقريبا دي اللي هتطلع معايا مظبوطة. الدائرة اللي انا عايزاها هلزق عليها كده. سوري يا دي، وهرجع لك. حاول بقى اظبطها بحيث ان ايه الاطراف دي تكون مع بعضها، يعني طرف الاثنين دول مع بعض، طرف الاثنين دول مع بعض كده. ده الشكل ده، بحيث ان انا ثبتها اهو من فوق خلاص. اثبتها بقى من تحت تكون الاطراف دي كلها مع بعض. برضو الزقها بالشمع. استنى عليه شوية لما ينشف عشان مسخنة قوي. طيب هكمل تلزيق وارجع لكم عشان وقت الفيديو. دلوقتي انا ثبتها بالشكل ده اهو، حطيت فيها شمع. هو طبعا لسه سخن ما نشفش، بس ينشف هيكون ده شكلها القاعدة بتاعت الفانوس. هعمل بقى راس الفانوس بنفس الطريقة كده كده، وكمان الجناب بتاعته هعملها برضو بنفس الطريقة كده. هلزق كله مع بعضه وارجع لكم ان شاء الله. كده انا لزقت جزئين اهو، بعمل كده
وبلزقه بالطريقة دي. وطبعا لسه الشمع طري لسه منشفش، فبقدر احرك براحتي. دلوقتي انا لزقت اللي هو الجزء اللي تحت اهو، وكمان الجزء اللي فوقيه بالشكل ده، بس الجزء ده طبعا ما ظبطش معايا. لقيت ان لما يجي يركب بص مش مفهوش بروز، هيجي يركب مش مفهوش اللي انا عايزاه، المثلث اللي انا عايزاه. فانا هعمله بطريقة تانية، هعمله بالعيدان دي، هعمل كده. انا هحاول اغير مكان الكاميرا عشان يبين معاكم، هعمله كده كده وكده تمام. هغير مكان الكاميرا واكمل معاكم. بتهيألي كده الفانوس هيفضل اوضح معاكم كمان اهو. دي ما نفعتش، المقاسات اللي انا عملتها مش مظبوطة. طبعا انا برتجل معاكم في الفيديو، فدلوقتي هعمله بالعيدان دي كده، هحط عود كده وعود كده، وبرضو هعمل عودين العكس الطريقة دي كده، هقصهم ولزقهم وارجع لكم. دلوقتي ده وضع الفانوس بعد ما حطيت العيدان وثبتهم برضو بمسدس الشمع اهو. هثبت معاهم وحدة الاضاءة كمان اهي، وحدة الاضاءة دي كده هي لونها احمر، هثبتها معاهم كمان في الايه كده كده، عشان لما اشغل الفانوس يكون ده شكله ماشي. هثبتها وارجع لكم. دلوقتي انا ثبتت وحدة الاضاءة فوق اهي بالشكل ده، بحيث ان لما نيجي نشغلها تبقى ثابتة. لسه الشمع ما نشفش طبعا اهي، تكون بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هنبدأ ايه نزوق الفانوس بتاعنا عشان يكون شكله حلو، وكمان نعمل له حاجة يتمسك منها. ازوقه بايه بقى؟ ايه رأيكم ازوقه بده ولا بورق الفوم؟ عندي افكار كتير مش عارفة اختار ايه. اللونين دول حلوين متهيألي. الشكل ده اهو، ونعمل كمان اللون الأزرق في الناحية التانية.
التزويق ده طبعا حسب الذوق، يعني كل واحدة حسب ذوقها عايزة تعمل ايه لأطفالها. شكل كده هكمل تزويقه وألزق عليه الأشكال اللي عايز أعملها وأوريكم الشكل النهائي إن شاء الله. دلوقتي أنا خلصت بس الحروف دي بالشكل كده، الطريقة دي ماشي. معايا أستيك بتاع ألعاب الأطفال، هو على قد صباع الطفل يعني، هحطه هنا كده. انت عندك اي حاجة مدورة ثبتيها هنا بحيث ان العيل يمسك الفانوس منها، المكان ده هنا حطي حتة شمع صغيرة كده وثبت فيها الأستيك. اهو بالشكل ده بحيث ان العيل لما يمسك الفانوس يبقى ماسك حاجة ماسكة معاه كده وعلى قد صباعه يعني. ممكن تحطي اي حاجة مدورة، ممكن تحطي فتلة، ممكن اي حاجة يعني، مش شرط الاستيك ده خالص، بس انا قلت عشان على قد صباع العيل ويحطه في صباعه كده وهو ماسكه. دلوقتي انا عندي الشريط ده هحاول ان انا اغطي بيه بقية الفانوس من جوه ومن بره بالشكل ده كده، هغطي بقية الفانوس بمسدس الشمع، هثبت كده. لو عندي شريط اعرض يبقى احسن، هيعمل معايا اسرع بالشكل ده كده، ثبته. ده المتوفر عندي دلوقتي، اهو هحاول اغطي الفانوس كله بالشكل ده وارجع لكم.
ودي نتيجة الفانوس بتاعنا من ورق الكرتون، ما مش مكلفة اي حاجة، وشوية تزويق على حسب ذوقك انتي، حسب الادوات اللي عندك، حسب الحاجة اللي عندك. وحدة اضاءة يعني رخيصة جدا، موجودة في كل محلات اللعب بس. واذا عجبتكم الفكرة ما تنسوش تحطولي لايك، سبسكرايب للقناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وياريت شير عشان كل اصحابنا يستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.